حدث صباح اليوم الأربعاء الثالث من نوفمبر 2021 انفجار بمنزل بجهة حي ابن سينا جنوب العاصمة، مما أدى إلى وفاة كهل على عين المكان ورضيع بمستشفى شارل نيكول إثر سقوط بعض الشظايا عليه، وتعرض شاب وامرأة إلى إصابات خطيرة. وقال العميد الناطق باسم الحماية المدنية أن أنبوب غاز انفجر في المنزل المذكور، ما تسبب في حدوث الانفجار الذي أدى إلى إحداث أضرار فادحة بالمنزل وانهيار كلي للطابق الأول والثاني وتضرر منازل مجاورة. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي للكشف عن أسباب وملابسات حادث الانفجار الذي تسبب في بعض الأضرار لمنازل ملاصقة للمنزل المتضرر. ادعوا بالرحمة للطفل والكهل، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.